بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض الدرس الثاني أو المحتوى الثاني في الكورس بتاعنا اللي هو كان concrete material اللي هو الفرسانة as a material بتشتغل ازاي، أو اللي هي عايزين نعرف الكاركترستيك اللي احنا هنقابلها في الفرسانة بعد كده. وقفنا مع بعض في الفيديو اللي فات عند الكومن بارز فاي أو الكومن فاي اللي هو هنقابلها قوي في الخرسانة سواء في مسائل او سواء في الواقع يعني. طيب وقفنا عند الكومون فاي، بعد كده هشرح لك بقى الخرسانة اصلا بتبقى مكوناتها ايه. فانا بقول لك الخرسانة هي عبارة عن مادة غير متجانسة، نون هوموجينيوس ماتيريال. الجملة دي مهمة جدا لانها يعني ناس مش فاهمها كتير. هي ماده غير متجانسه يعني ايه؟ هي المواد اللي انا بحطها عشان اكون بيها الخرسانه انت ممكن تميزها بعينك، ممكن تميزها بعينك. يعني معنى ايه؟ دلوقتي مكونات الخرسانه الخمس حاجات دول: ركام كبير، ركام صغير، اسمنت، ميه، اضافات. طيب هل الركام الكبير مش ممكن تشوفه بعينك؟ اولا ايه الركام الكبير ده؟ هو زلط او كسر حجاره سواء حجر جيري او كسر طوب. وانت ماشي في الشارع كده بتبقى اي عماره ما بتبني جديد بتلاقي تحتيها كده في تشوينه. تشوينه بقى تلاقي ايه؟ فيها شكاير اسمنت جنب بعض فوق بعض كده، وجنبها هتلاقي كوم رمل وكوم زلط مثلا، او كوم رمل وكوم كسر حجاره تلاقي لونه ابيض كده. ده المنتشر قوي في مصر يعني. ايه ده بقى؟ الكوم الكسر ده اللي هو كسر حجاره او الزلط، ده حاجه اسمها ركام كبير، يعني مقاسه كبير بالنسبه للرمل. طبعا انت لو مسكت حبايه رمل بالنسبه لي حبايه السن دي او حبايه الركامه دي طبعا فرق كبير يعني في المقاس. طيب ثالث حاجه الاسمنت. طبعا انت عارف الاسمنت، شكاره الاسمنت طبعا اللي هي الشكاره ال 50 كيلو ده طبعا المشهور عندنا. بعد كده ميه، بعد كده اضافات. فالخمس حاجات دول بيكونوا الخرسانه. طيب خد بالك بقى، الخمس حاجات دول بيكونوا الخرسانه اللي هي بتتحمل اف سي معينه انا عايزها وانا مترجتها. يعني انا التارجت بتاعي ان اف سي بتاعي مثلا ب 25 ميجا باسكال، فانا عملت خلطه معينه طبعا بديزاين مش بالحب يعني، مفيش الكلام ده بالحب، ده خالص مش موجود في الشغل بتاعنا. عملت خلطه خرسانيه تحقق لي خرسانه مقاومة الضغط بتاعتها للاف سي يو بتساوي 25 ميجا باسكال، فحطيت نسبة معينة من الركام الكبير ونسبة معينة من الركام الصغير ونسبة معينة من الاسمنت وهكذا من المية وهكذا من الاضافات لو انا حابب. خد بالك الاضافات دي مش شرط تتحط في الخرسانة، يعني انا ممكن اعمل خرسانة من غير اضافات. اه طبعا ممكن، انما الخرسانة لو حطيتها الاضافات فانا طبعا في دماغي انا عايز احسن خاصية معينة في الخرسانة هنعرفها بعدين في الماتيريال، يعني في مادة الماتيريال هيتم شرح الخرسانه بمكوناتها بالاسمنت بالركام وهكذا، وعمل الديزاين وعمل الديزاين الخلطه الخرسانيه فيه برضو درس كبير جدا يعني مش هين في ماده الماتيريال، فهتعرف الكلام ده اكتر يعني. ده مش موضوعنا دلوقتي. فانا بقول لك بيتم صب هذه الخلطه في قوالب. انت في الواقع بنعمل خلطه خرسانيه مثلا سواء في خلاطه نحله ولا ايا كان ببامبا او اي حاجه، ونصب فيه فورم اللي هو ايه الشد الخشب اللي احنا بنعملها او الشد الحديد ايا يكن، بنكون قطاع خرساني احنا عايزين نعمل له ديزاين، وهنعرف بقى نعمل له ديزاين ازاي. يبقى يتم صب هذه الخلطه في فرن. خد بالك الخلطه دي كده من غير حديد، انا حطيت حديد؟ لا خد بالك اهو مفيش اي مكون حديد خالص هنا. فالخرسانه دي خرسانه عاديه بلين كونكريت، اتعود بقى على الجمل دي، خرسانه عاديه يعني بلين كونكريت يعني خرسانه بدون حديد تسليح. كلمة بلين كونكريت. طب احنا قلنا اي خرسانة من غير حديد او خرسانة من غير اي عنصر يقاوم الشد فهي خرسانة ضعيفة لانها تتحمل ضغط بس. يبقى ليه خرسانة ضعيفة لا تتحمل قوى الشد؟ دي خرسانة عادية اللي هي البلين كونكريت. So we need to steel bars. احنا اتفقنا خلاص خرسانة ضعيفة في الشد هنحط لها ستيل حديد تسليح عشان يقاوم الشد. تمام كده؟ فانا بقول لك طيب هنبدا بقى جزء جديد او توبيك جديد كده سريع تحت
برضو مسمى الكونكريت ماتيريال اسمه ستيل بارز اون كونكريت. هنحط بقى الستيل في الكونكريت ليه؟ احنا عرفنا يا باشمهندس ان انا خلاص الخرسانه بتاعتي بتستحمل ضغط كويس قوي، استحملش شد، خلاص يبقى انا محتاج احط ستيل عشان يستحمل الشد. طيب لا عايزين نفهم اكتر بقى كاستراكشر. طيب لو عندي سيمبل بيم وعليها ديستريبيوت اللود فوق كده، طبعا انت برنس ستراكشر خلاص الكلام ده ستراكشر اولى انت عارفه تمام يعني. فسيمبل بيم عليها ديستريبيوت لود، لو انا عايز ارسم بيني مومنت دياجرام يبقى الشكل ده اللي هو دبليو سكوير على 8. تحافظ الكلام ده طبعا، كنت بقول لك في الكورس بتاع ستراكشر بقول لك ان الشكل ده معناه ايه؟ معناه ان الجزء ده كده شد، يعني دي السهم هنا وراس السهم هنا، الجزء ده شد والجزء ده ايه؟ ضغط. ده عايزين نفهم بقى الكلام ده على كاميرا اهو، ادي رسمه الكاميرا بتاعتك، ده كاميرا طبعا ده عمود، هنفهم الكلام ده قدام شويه هنفهم تفاصيل الرسومات. لو انا استخدمت بلين كونكريت يعني خرسانه ما حطيتش فيها اي حديد خالص، خرسانه بس، بيعمل ايه؟ هتلاقي كده مع التحميل والتعرض للاحمال المختلفه هتلاقي ظهر لك شويه شروخ كده في الخرسانه من تحت او في الكاميرا من تحت. ايه ده يا باشمهندس؟ طب وايه المشكله لما يحصل شروخ يعني؟ خد بالك الشروخ في الغالب بتبقى بدايه الانهيار. تاني، الشروخ في الغالب بتبقى بدايه انهيار. يعني ايه؟ بتبقى انذار كده ان انا بتقول لك الكاميرا بتقول لك ان انا هنهار. طيب يبقى انا لو استخدمت بلين كونكريت يظهر لي شويه شروخ بالمنظر ده، كراكس، كلمه كراكس يعني شرخ او شروخ، كراك يعني شرخ. كويس، بقول لك ان الكراكنج بيحصل فور اوايل يعني لثواني معدوده لدقائق حسب تحمل الخرسانه العاديه اللي هو الاف سي تي ار بتاعتها، يعني حسب تحملها للشد، حسب هي بكام قيمتها بكام. وبعد كده فجاه يحصل فيلير، صادن فيلير، وده اخطر انواع الفيليرز والغير محبب تماما. تبقى انت قاعد كده فجاه تلاقي الكاميرا وقعت على دماغك. طبعا ده مش موجود في الحياه، ما ينفعش، احنا مش مهندسين كده، كده شغل يعني لا يمت بالهندسه بصله. فجاه تلاقي حاجه وقعت على دماغك، ده مستحيل. يبقى انا if we use plain concrete لكاميرا عليها بني مومنت بالمنظر ده يبقى انا بستاهل، لان فجاه يحصل شروخ فجأة تقع عليا. طب الشروخ دي اتعملت، طب امتى يحصل ويحصل صادم فيلير؟ اكيد اكيد هيحصل صادم فيلير، وهيحصل فيلير عامة لما خلاص مقاومة الشد بتاعت الخرسانة تخلص، او يعني بالبلدي كده، بالبلدي كده التنسايل ستريسز على الكاميرا دي توصل للحد اخر اخر حد خالص تستحمله الكاميرا دي، وفجأة تروح وقع صادم. دي حاجة اسمها بريتل فيلير. بريتل فيلير، كلمة بريتل دي مهمة جدا عندي. يعني ايه بريتل؟ بقول لك ان الخرسانة مادة قاصفة، مادة قاصفة، مادة بريتل، مادة اول ما بتتعرض لضغط معين بتتكسر عند الاف سي يو فجأة، فجأة بدون سابق انذار، بدون سابق انذار فجأة تتكسر، فجأة تقع على دماغك. طبعا الكلام ده احنا ما بنعملوش ديزاين كده، مش ديزاين. طيب ايه الحل بقى يا باشمهندس؟ قلنا الحل نعمل ايه؟ لو انا نفس الكاميرا اللي عليها نفس البيندنج مومنت دياجرام، عملت نفس الكاميرا بس حطيت حديد تسليح فين؟ لو تفتكر معايا كده في كورس الاستراكشر في اولى مدني في الانترودكشن بتاع الانترنال فورسز قلت لك انا بحط حديد اصلا في منطقه الشد بتاع الايه؟ البيندنج مومنت. يعني اشوف الشد بتاعي فين؟ وحط له حديد. ادي ايه؟ ساخن الحديد الحمراء دي، خلاص ادي الكراكس، بس تلاقي حديد قصادها. دي حاجه اسمها ايه بقى؟ رينفورسد كونكريت. خد بالك من كلمه رينفورسد دي، يعني خرسانه ايه؟ خرسانه مسلحه، ار سي. يبقى كلمه ار سي لما تقابلها كده اعرف انها ايه؟ اختصار لايه؟ رينفورسد كونكريت. وهو ده منهجنا، رينفورسد كونكريت. انا مش منهاجي بلين كونكريت، انا ما بعملش ديزاين لبلين كونكريت، انا بعمل ديزاين رينفورس الكونكريت. بطلع ايه؟ بطلع عدد اساخ حديد واحطها في الاليمنت بتاعي. طب كويس، طب هل الكاميرا دي مش هتنهار طول عمرها يعني ولا ايه؟ لا طبعا هتنهار لو انا مش عامل ديزاين كويس، والبندنج مومنت ده اصلا صغير عن الواقع، يعني البندنج مومنت ده مثلا ب 10 متر
وهو في الواقع 30 طن متر مثلا، وانا حاسب استراكشر غلط وده مصيبه كبيره. فانا حاطط حديد على اساس ان انا البندنج مومنت ده 10، انا الكاميرا دي وقعت على دماغي اول ما ايه ما اللود بتاعي يوصل او يوصل الكاميرا للبندنج مومنت 30، يبقى انا خطا في التصميم. بس برضو الكاميرا دي مش هتقع على دماغي فجاه. ليه؟ لان انا حاطط حديد، حاطط حديد هيحصل له لسه ييلد ويحصل له كراك ويحصل الخرسانه كراك، وبعدين انا الكلام ده كله شايفه بعيني، يعني الكراك اللي انا هشوفه بعيني هي ايه؟ هيدل لي ان الكاميرا دي هتقع على دماغي، فالحق اجري ببساطه. خلاص كده؟ اعرف اعمل اخلاء للمبنى. طيب كويس. كلمه ار اف تي، ار اف تي ده اختصار، اختصار لايه؟ رينفورسمنت. كلمه رينفورسمنت اختصارها ار اف تي. دي شويه اختصارات كده لازم هتقابلها، دي هتقابلها في منهجك، دي هتقابلها في منهجك، مش عايزك تتفاجئ بعد كده بالكلام ده بقى خلاص. طيب كويس. امتى الكاميرا هتنهار؟ لما احط حديد كده، امتى بقى الكاميرا هتنهار؟ بيزد اون حاجتين، اف سي تي ار زائد الاف ييلد. انا المره اللي فاتت في البلين كونكريت كان الكاميرا هتنهار لما خلاص اوصل الكاميرا دي لشد قيمته اف سي تي ار، خلاص كده هتقع. طيب انما دلوقتي لا، دلوقتي هي ايه؟ ذات حاجه الاف فيلد. شويه الحديد اللي انا حطيتهم دول ليهم قيمه اف فيلد اللي هو اليلدنج ستريس بتاع الحديد اللي انا حاطه. يبقى مقاومه الخرسانه للشد اللي هي اف سي تي ار زائد اجهاد الخضوع للحديد الموضوع، الحديد اللي المحطوط ده ليه اجهاد معين. اول ما الخرسانه او الاليمنت بتاعك يوصل ايه الاستريس اللي عليه للقيم دي يحصل فيلر. بس يحصل حاجه اسمها ايه بقى؟ داكتايل فيلر، داكتيليتي. الجمله دي او الكلمه دي مهمه عندي، وهي دي اللي انا بعمل ديزاين عشانها. انا بعمل ديزاين عشان احقق في الخرسانه حاجه اسمها الداكتيليتي، المرونه او اللدونه. داكتيليتي اللدونه، الاليمنت بتاعي يبقى لدن عشان ينهار، بيديني انديكيشن ان انا انهار، انا في شروخ اهو فانا كده هنهار كمان شويه. هلحق اجري من تحت الايه؟ من تحت الاليمنت ده اعرف اعمل اخلاء للمبنى. تمام؟ طيب اكزامبل بقى طبعا سريع، انت خلاص هتعرف ترسم. لو انا عندي سيمبل وسكانتليفر حاجه بالمنظر ده، عندي ديستريبيوتد لود، اعرف ارسم بندنج مومنت بالمنظر ده. طيب خلاص احنا حافظين بقى اماكن حديد التسليح بنحطها فين؟ في جهه الشد. فين جهه الشد؟ اهو ادي شد وده شد. لو انت مش فاهم الكلام ده يا ريت ترجع لكورس الاستراكشر بتاع اولى مدني، كلام مهم جدا. الخرسانه كلها قايمه على ماده الاستراكشر، لو انت فاهم يعني ايه استراكشر بتعرف تمشي في الخرسانه كويس، وده يفضل يا ريت يعني. طيب نرجع تاني لموضوعنا، انا بحط فين الحديد؟ بحطه في اماكن الايه؟ الشد بتاع البندنج مومنت دياجرام اللي انا رسمه. كويس. المره الجايه ان شاء الله هنشرح توبيك كبير شويه، طبعا هنشرحه على كذا فيديو، وده اول حاجه هتقابلوها في الشيتات بتاعتكم اللي هو الرسومات الانشائيه والمعماريه. يا ريت قبل ما نخش في التوبيك ده تكون اتفرجت على الفيديوين اللي فاتوا او ثلاث فيديوهات اللي فاتوا ايا كان عددهم، تتفرج عليهم تفهمهم كويس. طبعا الكلام اللي فيهم مش للحفظ بس للفهم. اتمنى تكونوا استفادوا معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.